السلام عليكم. النهارده حلقتنا عملي من جوه اوضه المعمل. هنشتغل سوا تحليل من تحاليل الكيمياء المشهوره جدا اللي بتطلب كتير قوي مننا. افتكرت ان احنا اشتغلنا قبل كده يوريك اسيد عملي واشتغلنا كوليسترول وكرياتينين وعمرنا ما اشتغلنا تحليل سكر. تعالوا مع بعض نشتغله سوا النهارده ونبسط كل خطواته سوا. يلا بينا. يلا بينا نبدا تحليل النهارده، تحليل كلوكوز زي ما اتفقنا. الحاله دي انا عايز اعمل لها فاستنج بلاد كلوكوز، تحليل سكر صايم اللي في الغالب النورمال او الطبيعي بتاعه بيكون في اغلب الكيتسات او في اغلب المعامل من 70 لحد 110. هشتغل النهارده بكيتس اسباني. الكيت بتاعتي سبينر اكت. اول حاجه بعملها بنطلع البامفلت زي ما اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت في الشغل العملي بتاع الكيمياء. هنا البامفلت عامل لي جدول كده، هي اسباني بس الكلام واضح، الجدول اللي انا ببص عليه واضح. ان هو في عندي في العلبه في ار اللي هو الايجنت بتاعي المحلول مكتوب عليه ار، وان انا عندي ستاندرد. وزي ما تعودنا في اغلب شغل الكيمياء في بلانك ستاندرد تيست، يعني في 3 انابيب او 3 ايبندورف. هو هنا في الجدول بيقول لي 1000 1000 1000 في الثلاثه من الار من الايجنت بتاعي، تمام. ده لما بكون لسه انا بشتغل لاول مره من الكيت دي، او كل اسبوع او كل 5 ايام كده بعمل ستاندرد جديد، بضطر اعمل 3 انابيب او 3 ايبندورف كده. ومعايا العينه بتاعتي هيت اللي هي السيروم بتاعي اللي هعمل منه التحليل. ظبطت البيبت بتاعتي على 1000 وتبسيه جديده. طبعا نبدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسحب 1000، الألف الأولانية في البلانك. طبعا احنا بنبقى نكتب عليهم زي ما خدنا كده في تحليل اليوريك أسيد لو انا لسه مبتدئة، يعني انا خلاص حافظة اماكنهم. يعني هاخد 1000 تانية في الأنبوبة او الإبندورف الصغيرة دي، اسمها إبندورف بتاعة الستاندرد. 1000 تالتة عشان التست. تمام، بس كده فرمي التبسية واقفل الايجنت بتاعي، مش محتاجة دلوقتي. جاي منها طبعا 2 في العلبة، لما بخلص واحدة بستعمل التانية. دي بقى الستاندرد. انا عندي هنا في الجدول ما بيقوليش احط حاجة في البلانك فوق الايجنت زي ما مقطره مثلا. في بعض العلب والانواع التانية يقول لي خد 10 ميكون من ايه، زي ما باخد 10 ميكون من الستاندرد في انبوبه الستاندرد و10 من السامبل في انبوبه السامبل. ساعات في بعض العلب يقول لي بعض الانواع والشركات يقول لي 10 ميكون ما مقطره فوق ال1000 بتاع الايجنت دول في البلانك، بس انا عندي هنا لا، بيقول لي ال1000 بس. البيبت بتاعتي صغيره، ظبطها على 10 وحاطه فيها تبسيه جديده. هاخد 10 من الستاندرد امسحهم بمنديل. الكميات البسيطة الصغيرة دي مسح بمنديل بسيط كده عشان ما يبقاش فيها اي حاجة. هحقنهم في الابندورف بتاعت الستاندرد زي ما احنا شايفين كده. في البرده بتاعت البلانك. يبقى انا فاضل لي ايه كده؟ فاضل لي التست. هقفل بتاعت الستاندرد. التست او اللي هي السامبل التالتة بتاعتي انا عايزة منها 10. باخد تبسية جديدة احطها في 10. انا زبطها كده كده على 10. اخد 10 من السامبل بتاعي السيروم ده. خطوات سهلة وبسيطة مفيش فيها اي حاجة. طالما 10 امسح بمنديل عشان ما يبقاش فيه اي زيادة على التبسية من بره. تمام. احقنهم فين؟ السامبل الابندورف او الانبوبة. في ناس بتحب تشتغل بانابيب، يعني
بحب اشتغل الكميات الصغيره دي في ابندورف، مش مستاهله انبوبه كبيره يعني. تمام، بعمل ميكس بقى كده. السامبل بتاعتي انا هخرجها بره بس الراك، عشان عندي هنا في الجدول بعدها كان بيقول لي ممكن اسيبهم 10 دقايق عند 37 درجة وبعد كده اقراهم على الجهاز، وممكن اسيبها لمدة 20 دقيقة عند روم تمبريتشر درجة حرارة الغرفة من 15 ل 25 درجة. فطبعا الافضل بدل ما ننتظر 20 دقيقة او كمان درجة حرارة مظبوطة اكتر من درجة حرارة الغرفة دلوقتي في الحر، ان انا اسيبها 10 دقايق في الحضانة لمدة 37 درجة. اسيبها في الحضانة 10 دقايق وارجع لكم تاني نروح نقراها على الجهاز سوا. يلا بينا بقى نبدأ نقراها الجهاز طالما التايمر خلاص صفر بعد 10 دقايق بالظبط. ابدأ. طبعا خلال 10 دقايق دي كنت بظبط الجهاز بتاعي على برنامج السكر، واقف دلوقتي كاتب لي ريد بلانك، واقف على الخطوة دي. باخد اي ابندورف ابدأ اقراها على حسب الجهاز ما بيقول. اول خطوة طبعا البلانك. الستاندرد بالذات طبعا والتست هما اللي لازم يتعمل لهم ميكس اخيره كده برضو قبل القرايه. البلانك ما كانش عليه حاجه الا الايجنت بس، دلوقتي بيقول لي ريد ستاندرد. بعمل ميكس بسيطه كده وابدا اقرا. اول ما بيصفر بشيل على طول. كاتب لي ري ران ستاندرد. تحب تقرا تاني؟ نو. نقرا بقى السامبل سوا برضو ميكس بسيطه خالص كده على بال ما يقول لي ايه ريد سامبل. الريزلت طلعت 107. كده خلصنا التحليل. سيبولي اسئلتكم في الكومنتات تحت الحلقه. لو ليكوا اي طلبات او حلقات معينه تحبوا نتكلم فيها الفتره الجايه، او اي حلقه نشتغلها سوا عملي مع بعض في اوضه المعمل، عرفوني وسيبولي في الكومنتات. لو عجبتك الحلقه لايك وشير. سلام عليكم.